رئيس النادي الاهلي سمو الامير هاردلك، اليوم الاهلي تقصير من اللاعبين ام سوء تكتيك فني من المدرب يخسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بارك الاشقاء في نادي النصر، فوز مستحق لهم يستاهلونه. شخصيا انا اليوم احمل المدرب الخساره 100%، وانا اول مره من تعاقدنا مع يوراليم لليوم يعني احكي عن موضوعه، لكن الحقيقه هذه هي يعني لابد انه الجميع يعرف التغيير المستمر في التشكيلة. أوكي اليوم كان مضطر أنه يغير، لكن كان في اجتماع معه وحذرناه من مشاركة بعض اللاعبين في المباراة هذه، لأنه ما راح يستفيد منهم الاستفادة القصوى لبعدهم عن جوان المباراة كمورالس مثلا. يا أخي أنا لما تعطيني إحساس أني أنا غير مرغوب فيني، مستحيل أني أعطيك. أوكي، وفجأة بعد استبعادي عن القائمة أكثر من مباراة، موت 18 برا المعسكر أصلا ما يعسكر، وتجي من الله وليه كذا فجأة أساسي. يعني كيف حيعطيك اللاعب محمد مسعد؟ نرجع لمحمد مسعد، محمد كم خانة لعب مع مورال مع المدرب هالموسم؟ كل يوم له خانة، كل يوم له محل. طيب أنت عندك، أنت جايب سلطان السوادي جايبه ليه؟ جايب مجموعة جايبها ليه؟ اليوم في تغيير في المباراة نفسها، التغيير اللي لما نزل طلع لما نزل السوادي وبعد ما جاء هدف النصر سحب وليد باخش وين؟ رجع سلطان السوادي محور. طيب انت كان عندك ألف طريقة ثانية، رجع كامل المر ظهير، رجع عقيل محل بلومينو ونزل بلومينو محور، عندك اشياء، عندك اوراق في الملعب تقدر الشيء الاخر. انا ما اقول النصر يستاهل الفوز، لكن الحقيقة اي فريق كان مقابلنا اليوم كان حيفوز علينا. مو تقليل من الاشقاء في نادي النصر، لا والله فالهم البطوله باذن الله، لكن اني انا اللي اقوله اليوم اخطاء فنيه 100%. ف يعني انا هذه وجهه نظري، هذه قناعاتنا، وهذا اللي حذرنا المدرب منه في الايام الماضيه، ولكن هو رايه في الاخير وهذا اللي صار. سمو الامير، على طاري المدرب وعدم الثبات على اسماء معينه، قبل المباراه سالت المنسق الاعلامي انه في هذا الموسم اربع اسماء شاركت في مركز الظهير الايمن، تحدث عن كامل، مسعد، بصاص، واخيرا عقيل. عدم الثبات على اسم معين يعطي اللاعبين عدم الاطمئنان في نفس المركز؟ شيء طبيعي. انا اوكي، ممكن يكون عندك انت كلاعب تقصير، برضو في لاعبين لا نزل مستواهم، انا ما برر اللاعبين، انا احكي عن مباراه اليوم فقط. في لاعبين اي نعم يقصروا، فلا بد انك تعطي للاعب الاخر فرصته، لكن اللاعب المنتظم، اللاعب اللي معك دايم، اللاعب اللي معك دايما. اما انا اجيب لاعب ما تمر، يعني مو ما تمر، انا اقصد مستبعد تماما. يعني انا اعطيك مثال ثاني، محسن العيسى مشارك في المباريات الاخيره، قدم مستوى جيد، وكان قدم يعني في مباراه او مباراتين ربما لم يكن محسن في قمه عطائه، لكن في ثلاث مباريات كان جدا ممتاز. اليوم محسن كان الى قبل خمس دقائق كان برا ال 18، بعدين غير رايه ورجع محسن بدال بدر الخميس. ففي اشياء كثيره الحقيقه، يعني الواحد في يعني خليني عشان ما اقول يعني كلام، حيكون في اجتماع ان شاء الله. المدرب سمو الامير المدرب باقي ام هناك يعني على ضوءه ان شاء الله حيتحدد، وحيكون الاجتماع معه اولا، بعدين اجتماع مع الامير خالد واداره النادي لنشوف القرار النهائي ان شاء الله. الاجتماع متى سيكون؟ اظن غدا باذن الله وبعده بالكثير. يعني سمو الامير فهد بن خالد غير راضي تماما عن المدرب، بينما راضي تماما رضا عن لاعبي الفريق. ماني راضي عن اللاعبين، انا ما اقول لك، بس انا ما اقدر الوم اللاعب وانت ما انت موظف التوظيف هذا صحيح. انا الوم اللاعب لما يكون كل شيء مهيأ له، لكن لما انا اجي العب بلاعبين لهم فتره ما شاركوا، تعرف ما اقدر اجي الوم اللاعب، ما اقدر اجي الوم اليوم مورالس مثلا، باي حق الومه؟ اليوم الدكتور عبد الرزاق ابو داود انتقد المدرب الفريق بين الشوطين من تشكيل في الاسماء، مع انتقاد الدكتور اذا كان هذا كله وانا مع الدكتور مشكله. يعني انا ارجع واقول ما في مدرب في العالم ما له اخطاء، لكن الاخطاء المستمره هي اللي يعني هي اللي تضعف صورة الفريق، هي اللي تهز صورة الفريق. العام الماضي الجميع يذكر قدمنا مستوى جدا ممتاز، كانت التشكيلة شبه ثابتة، يعني كان التغيير إجباري، لكن
اليوم يلعب محسن، بكرة محسن برا التشكيلة، بعد بكرة محسن أساسي، مورالس ما أبغاه، ما عاد أشوفه يلعب، ما يتمرن، بعدين يلعب أساسي، هذه كثير. أخيراً سمو الأمير، الأهلي فقد المنافسة على لقب الدوري، خروج من كأس ولي العهد، متبقي لكم كأس الأبطال في حال كان الأهلي من ضمن الثمانية مراكز الأولى، ماذا تعد الجماهير الأهلاوية؟ لا هو لسه باقي بطولة آسيا برضه أيضا مهمة، نعمل بإذن الله أنه على في الفترة التوقف هذه أنه إعادة الفريق لوضع الطبيعي، بإذن الله أنه نتوفق في صانع لعب على مستوى عالي. وصلت الاسم معين سمو الأمير؟ في مجموعة ملفات إن شاء الله، وإحنا في طور مفاوضة، بعضها يعني بعضها انتهى بحكم أنه لا يمكن أن يأتي، والبعض الآخر إحنا في طور المفاوضة معهم، وبإذن الله الأيام القليلة القادمة تبين كل شيء إن شاء الله. اسم أو اسمين سمو الأمير؟ لا معلش اسمح لي. يعطيك العافية، شكرا. شكرا لي